بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب. طرق اليوم إلى أخذ أمثلة إضافية فيما يخص chapter derivatives اللي هي المشتقات. لكن قبل أن نطرق إلى هذه الأمثلة الإضافية، خلينا نوضح بعض الأمور فيما يتعلق بالمسائل اللي تتضمن ضمن هذا chapter في موضوع حساب الزاوية ما بين two curve أو بين two line. بعض الأمور اللي نوضحها وهي كالآتي: لو ننظر هنا عندنا في الأربع الأربعة، عندي إحداثيات X Y الأربع الأربعة في مادة الرياضيات يتم تسلسلها أو ترتيبها ربع الأول الثاني الثالث الرابع، وذلك عكس اتجاه عقارب الساعة اللي هو anti clockwise أو نسميه counter clockwise. تمام، زين. دائما عندي هنالك زاوية مرجعية. هنا عندنا احنا الزوايا الأساسية اللي هي صفر الباي على اثنين اللي هي التسعين، والباي والثلاثة باي على اثنين اللي هي الميتين وسبعين، وهذه ترجع هنا اللي هي الاثنين باي. هذه هنا نسميها زوايا أساسية أو نسميها زوايا اليونت سيركل، دائرة الوحدة. زين، هنالك بعض الزوايا الخاصة اللي هي تكون لها الساين والكوساين والتان معروفة، وتكون درجة الاستخدام في كل المسائل، وهي الباي على ثلاثة، الباي على ستة العفو اللي هي ثلاثين يعني، والباي على أربعة اللي هي الخمسة وأربعين، والباي على ثلاثة اللي هي الستين. طبعا هذا الباي هنا ما تكون قيمته اثنين وعشرين على سبعة، لا، هذا ما يمثل النسبة الثابتة في موضوع الزوايا، راح تكون قيمته هو يقابل مية وثمانين. الباي هنا في موضوع الزوايا يقابل مية وثمانين ديجري، هذا بقياس الراديان. طبعا هنا هذه الزوايا ثلاثتهم اللي هي الباي على ستة، باي على أربعة، الباي على ثلاثة، هذه الزوايا نسميها ريفرنس، هذه نسميها ثيتا ريفرنس. تمام، ريفرنس انجلز، زوايا مرجعية نسميها زوايا مرجعية، يعني انه كل الزوايا البقية في أي ربع كانت وبأي عدد من الدورات كانت، وسواء كانت موجبة أو سالبة، المفروض نرجعها إلى الزاوية المرجعية اللي هي إحدى هذه الزوايا الثلاث. زين، إذا كانت بالنسبة للربع الأول يكون عندي قيمة الزاوية هي ما بين شقد إلى شقد، ما بين الصفر إلى الباي على اثنين اللي هي ما بين الصفر إلى تسعين. تمام، الزوايا أعرفها إنه تكون بالربع الثاني من تكون ما بين الصفر إلى المية وثمانين، ومن صفر إلى الميتين وسبعين اللي هي في الربع الثالث، أما الربع الرابع من الصفر تتراوح قيمتها إلى الاثنين باي اللي هي ثلاثمية وستين. تمام، دائما عندي هذه الثيتا ريفرنس اللي هي الزاوية المرجعية قيمتها تكون هذه الثيتا ريفرنس ما بين الصفر ديجري، أو خلينا نشتغل بالراديان، صفر ديجري بالديجري إلى التسعين ديجري. من أقول تسعين ديجري اللي هي شنو أقصد بيها؟ الباي على اثنين، نقصد بها الباي على اثنين، التسعين أو الباي على اثنين بقياس الراديان. فهذه قيمة الثيتا ريفرنس اللي هي قلنا عليها باي على ستة، باي على أربعة، أو باي على ثلاثة. فإذا أي زاوية المفروض مرجعها وين يكون عندي؟ مرجعها لازم يرجع إلى الربع الأول هذا. تمام؟ إلى الربع الأول، هذه نقطة. زين، لو كانت عندي زاوية قيمتها هي مثلا عندي مية وعشرين، المية وعشرين وين راح تكون؟ راح تكون موجودة وين؟ في الربع الثاني طبعا. ليش؟ يعني الربع الأول ما بين الصفر إلى التسعين، الثاني راح يكون عندي من الصفر إلى المية وثمانين، المية وعشرين وين تكون عندي؟ في الربع الثاني. لكن لو أريد أرجعها إلى الزاوية الرفرنس، شقد تقابل لي بالزاوية الرفرنس؟ الزاوية المعطاة بالسؤال شقد، كم تقابل كزاوية
مرجعية في الربع الأول. هنا راح نتطرق إلى بعض الحسابات، وهي هنا عندي مثل ما موضح بالرسم ثيتا 1 ثيتا 2 3 4، هذه الزوايا اللي راح تعطى بالسؤال. فإذا كانت قيمة الثيتا المعطاة هي ثيتا 1 يعني قيمتها ما بين 0 إلى 90، فدائما إذا كانت عندي الثيتا المعطاة بالسؤال هي ثيتا 1 فراح تكون عندي ثيتا ريفرنس راح تساوي ثيتا 1. ليش؟ لأن هي أصلا تساوي العفو ثيتا 1 لأنه أصلا هي ثيتا 1 المعطاة بالسؤال هي ما بين 0 إلى 90، تمام؟ إذا كانت عندي في الربع الثاني تقع، فإذا حتى رجعها إلى ثيتا ريفرنس تصير عندي 180 أو الباي، تمام؟ ناقص الثيتا 2 اللي تعطى بالسؤال. وإذا كانت الثيتا هي ضمن الربع الثالث، فإذا الثيتا ريفرنس حتى رجعها إلى الزاوية المرجعية تكون عندي 180 زائد أو خلينا نقول ثيتا 3 ناقص 180، تمام؟ وإذا كانت ضمن الربع الرابع ولكن أقل من 360 فراح تكون عندي هي 360 ناقص ثيتا 4. هذه ثيتا 4 ثيتا 4 هذه في حال كانت الثيتا 4 هي أقل من 360 درجة يعني أقل من 2 باي، تمام؟ زين، لو كانت هذه الثيتا 4 هي أكبر من 360 يعني متعدين أكثر من دورة، تمام؟ أو إذا كان القياس عندي نيجاتيف. طبعا إحنا لو نجي نوضح إنه عندنا إحنا في الزوايا نعتبر الزاوية بوزيتيف لما يكون الدوران أنتي كلوكوايز، هذه شو تكون هنا عندي؟ تكون بوزيتيف ثيتا بوزيتيف، تمام؟ أما الثيتا نيجاتيف فراح يكون عندي دوران كلوكوايز، هذه الثيتا نيجاتيف، تمام؟ فخلي أجي أوضح نقطة أخرى، وهي إنه إذا كانت عندي الثيتا هي أكبر من 360 أو كانت سالبة، كيف راح يتم إرجاعها إلى الرفرنس؟ هسه هذه هنا كيفية إرجاع الزاوية المعطاة إلى زاوية رفرنس مرجعية إذا كانت ضمن الربع الأول أو ضمن الربع الثاني أو الثالث أو الرابع اللي هي الرابع أقل من 360. زين، إذا كانت عندي ثيتا إذا كانت عندي أكبر من 360 فراح تصير عندي ثيتا ريفرنس ساعتها راح تساوي لي ثيتا 4 ناقص 360، تمام؟ ثيتا 4 ناقص 360. أما إذا كانت عندي هذه إذا كانت شنو هنا عندي ثيتا 4 هنا عندي ثيتا 4 إذا كانت عندي أكبر من 360 خلينا نجي نوضحها بهذه. ثيتا ريفرنس إذا راح تساوي لي يا أما تساوي ثيتا 4 ناقص 360 ديجري، هذه بيا حالة في حالة إنه عندي ثيتا 4 هي أكبر من 360 ديجري، تمام؟ أو راح تساوي لي إذا كانت سالبة فراح تكون عندي الثيتا 4 سالبة
زائد 360. هذه في حال كانت عندي الثيتا 4 تكون عندي is negative، وهكذا نستمر. تمام، يعني خلينا نجي نوضحها بعض النقاط اللي هي: فرضا عندي الزوايا 210، أو عندي مثلا سالب 170، وعندي زاوية مثلا 314 خلينا نقول، وعندي 560 ديجري. تمام، هذه الزوايا. زين، بس عندي هذه الزوايا لما أريد أجي حولها، هسه عندي هذه 210، 210 ضمن يا ربع، ضمن الربع الثالث. تمام، ضمن الربع الثالث. زين، ضمن الربع الثالث لو نرجع هنا شنو تكون عندي حتى أرجعها إلى الرفرنس؟ تكون عندي الثيتا 3 ناقص 180. ثيتا 3 ناقص 180 يعني عندي 210 ناقص 180، وبالتالي ساوي لي 30 ديجري. يعني المفروض عندي أرجع الزاوية إلى زاوية رفرنس اللي هي قيمتها مثل ما وضحنا قبل قليل ما بين 0 إلى 90، المفروض تطلع عندنا، وهذه 30 وبالفعل اللي هي ما بين 0 إلى 90. تمام، زين، 170 لكن هذه سالبة 170، قلنا في حال كانت الثيتا أكبر من 360 أو كانت نيجاتيف، دوران هنا عندي راح يكون عندي باتجاه الكلوك وايز، إذن راح يكون كيفية الحساب هي شنو؟ قلنا ثيتا 4 اللي هي الثيتا المعطاة زائد 360 سالب 170 زائد 360، وبالتالي الناتج هو 190. تمام، زين، 190 هذه مو بين الصفر إلى التسعين، هذه أكبر من التسعين. تمام، إذا شو نسوي؟ هذه هسه نرجع نرجعها إلى الزاوية المرجعية. 190 هي في أي ربع؟ في الربع الثالث راح تكون متعدية الثاني. إذا في الربع الثالث شو تكون عندي؟ في الربع الثالث راح تكون عندي الثيتا 3 ناقص 180، ثيتا 3 ناقص 180 يعني 190 ناقص 180 واللي هي 10 ديجري. تمام، زين، نأتي إلى هذه الزاوية اللي هي 314، في أي ربع 314؟ في الربع الرابع، يعني أقل من 360. قلنا إذا أقل من 360 شو صار عندي حتى رجع إلى الرفرنس؟ 360 ناقص الثيتا 4، 360 ناقص ثيتا 4 اللي هي 314، وبالتالي الناتج هو 46 ديجري. هذه ما بين 0 إلى 90، إذن أوكي. تمام، هسه هذه تمام، هنا عندي تمام، أوكي. زين، نأتي إلى هذه الزاوية اللي هي 560. هنا عندي الزاوية صارت أكبر من 360، يعني أكثر من دورة هنا عندي. تمام، أكثر من دورة، فش راح يصير عندي؟ ثيتا 4 ناقص 360 اللي هي 560 ناقص 360، وبالتالي الناتج هو 200. تمام، زين، 200 هذه هل هي ما بين 0 إلى 90؟ لا، أكبر من 90. إذن شو نسوي؟ نرجع نرجعها، ننظر إلى 200 ضمن يا ربع، ضمن الربع الثالث. بالربع الثالث شنو يقول عندي؟ الثيتا 3
ناقص 180، ومن ثم ترجع إلى 20 ديجري اللي هي ما بين 0 إلى 90. تمام؟ نتطرق الآن إلى نقطة أخرى مهمة فيما يخص الزوايا، وهي أنه دائما عندي هسه هذا هنا الموضوع الأول اللي طرقنا له هو بالنسبة إلى قيم الزوايا، تمام، وأرجعها إلى الزاوية المرجعية. الآن نتطرق إذا كانت هذه الزوايا موجودة في دوال مثلثية اللي هي ساين كوساين تان سيكنت كوسيكنت وكوتان. تمام، دائما عندي طريقة أخرى، إذا كانت عندي زاوية موجودة ضمن دالة مثلثية معطاة، تمام، حتى أرجعها إلى الزاوية الريفرنس المرجعية راح تكون كالآتي، يا أما راح يكون عندي هذه الدالة، أي دالة كانت عندي طبعا معطاة الساين كوساين تان كوتان سيكنت كوسيكنت، أي كانت عندي الدالة المثلثية المعطاة، تمام، يا أما يكون طريقة إرجاعها الزاوية المعطاة في دالة مثلثية إلى الثيتا ريفرنس حتى أعرف الساين إلها إيش قد أو الكوساين وإلى آخره راح يكون كالآتي، وهو يا أما أنه أقول ساين أو أيا كانت هذه الدالة المثلثية المعطاة، الدالة المثلثية باي على 2 أو 3 باي على 2 زائد أو ناقص ثيتا، باي على 2 أو 3 باي على 2 زائد أو ناقص ثيتا يساوي. ننتبه دائما إذا كان عندي هنا استخدمت الباي على 2 أو 3 باي على 2 فراح تغير لي هذه الباي على 2 أو 3 باي على 2 راح تغير لي الدالة المثلثية من ساين إلى كوساين ومن كوساين إلى ساين، من تان إلى كوتان، كوتان تان، سيكنت كوسيكنت والكوسيكنت إلى سيكنت. هذا فقط في حال إذا كان استخدامنا هو للباي على 2 أو 3 باي على 2 زائد أو ناقص الثيتا، تمام؟ تتغير الدالة المثلثية في الدالة المثلثية ساين أو كوساين، مثل ما جاي نلاحظ الثيتا يعني كأنه الباي على 2 أو 3 باي على 2 كأنه تلغى. زين، تبقى الإشارة هنا اللي تسبق لي الدالة المثلثية هل هي موجبة أم سالبة؟ حسب الملاحظة اللي مكتوبة، وذلك حسب الربع الذي تقع فيه الزاوية المعطاة في السؤال. هذه الثيتا ما تمثل لي الزاوية المعطاة، لا، هسه نطرق إلى مثال حتى نفهم. فإذا قلنا إذا استخدمت الباي على 2 أو 3 باي على 2 زائد أو ناقص ثيتا فراح تغير لي الدالة المثلثية من ساين إلى كوساين، كوساين ساين تان، كوتان كوتان تان، سيكنت كوسيكنت والكوسيكنت إلى سيكنت، الزاوية ثيتا، تمام؟ الإشارة هنا اللي تسبق لي الدالة المثلثية الناتجة راح تكون حسب الزاوية المعطاة في أي ربع تقع. نشوف في ذلك الربع الساين أو الكوساين أو الكوتان شنو إشارته، موج بوزيتيف نيجاتيف وإلى آخره. أما إذا كان استخدامنا هو للباي أو 2 باي زائد ناقص ثيتا، في هذه الحالة الباي أو الاثنين باي ما راح تغير لي الدالة المثلثية، يعني إذا كانت عندي ساين تبقى ساين، كوساين تبقى كوساين، تان كوتان وهكذا، يعني تغير فقط إذا استخدمت الباي على 2 أو 3 باي على 2 راح تتغير. إذا استخدمت الباي أو 2 باي راح تبقى الدالة المثلثية الناتجة كما هي، تمام، الزاوية ثيتا. الإشارة هنا أيضا نفس الشيء، الإشارة اللي تسبق لي الدالة المثلثية حسب الربع الذي تقع فيه الزاوية المعطاة، تمام؟ طبعا نستخدم الباي على 2 أو 3 باي على 2 أو نستخدم الطريقة الأخرى اللي هي الباي أو 2 باي نفس الشيء راح يكون عندي نفس الناتج المفروض. فمثلا عندي يقول ساين، فرضا عندي 5 باي على 4، أريد ساين هذه الزاوية بدون ما أستخدم الكالكوليتر، إيش راح يصير عندي؟ لو أجي أنتبه هنا أول مرة أروح أحسب هذه الزاوية بالدقري، هسا هذه بنظام الراديان، أحسبها بالدقري، الباي على 4 هي إيش قد؟ 45، 45 في
خمسة. فإذا عندي ساين الخمسة باي على أربعة، أجي أقول عندي هذه الزاوية خمسة باي على أربعة، هي شقد تمثل اللي بالدجري؟ إذا أريد أحسبها الباي على أربعة هو شقد عندي؟ الباي على أربعة هو 45، تمام؟ بس عندي هذه الخمسة باي على أربعة، شقد تعادل لي؟ خمسة في 45 واللي هي 225 دجري، تمام؟ زين، أريد أجي أشوف أستخدم الباي على 2، 3 باي على 2، أو الباي 2 باي، أوكي نفس الشيء، لكن خلي أجي أحدد الثيتا اللي راح تكون هنا موجودة شقد؟ المفروض هذه الثيتا شنو؟ رفرنس. هذه الثيتا تمثل لي ثيتا رفرنس، تمام؟ زين، إيش راح نجي نقول؟ خلي نقول عندي راح نستخدم الثلاثة باي على 2، يعني عندي 225 واقع في أي ربع؟ في الربع الثالث. إذا في الربع الثالث إيش قد تكون عندي؟ يا أما نقول عندي ال 2 باي ناقص ثيتا، تمام؟ أو نقول عندي 3 باي على 2 ناقص ثيتا، تمام؟ ليش؟ لأن واقع وين؟ عندي 225 في الربع الثالث، إذا لازم يصير عندي 270 ناقص، فأقول 270 ناقص 225 إيش قد يعطيني؟ 45، تمام؟ هذه 45 راح تمثل لي شنو؟ راح تمثل لي الثيتا اللي راح استخدمها، أوكي؟ فراح نقول هنا يعني راح تصير عندي هذه ساين، راح استخدم الثلاثة باي على 2، تمام؟ زائد لو ناقص حتى أحصل على هاي الزاوية. هسا عرفنا الزاوية ثيتا اللي راح استخدمها يشكل عندي 45، شلون عرفناها؟ إنه عندي 270 ناقص الزاوية المعطاة، الزاوية المعطاة هي 225 واقع في الربع الثالث. إذا في الربع الثالث المفروض عندي 270 اللي هي 3 باي على 2 ناقص 225، إيش قد نضال الناتج اللي هي ثيتا 45 اللي راح أستخدمها وين؟ هنا. فإذا 3 باي على 2 المفروض عندي ناقص الثيتا هذه حتى ينطيني إيش قد؟ 225 اللي هي 5 باي على 4. هذه هنا عندي ناقص الثيتا، تمام؟ خلينا نجي نشوف ايش قد يساوي لي. اول شيء قبل قليل قلنا بما انه استخدمت 3 باي على 2 اذا الساين راح تتغير الى شنو؟ الى كوساين، تمام؟ كوساين شنو؟ كوساين الثيتا، تمام؟ لو انظر الى الزاويه هسه المعطاه، هسه عندنا هنا تغيرت من ساين الى كوساين لان استخدمت 3 باي على 2، تمام؟ إذا صارت عندي ساين اللي هي تحولت إلى كوساين الثيتا، تمام؟ الإشارة اللي راح تسبق هنا الكوساين هي موجبة لو سالبة، وذلك حسب الزاوية المعطاة بالسؤال، حسب الزاوية اللي معطاة بالسؤال. شقد عندي الزاوية؟ 225. لو نرجع إلى الأربعة، الأربعة 225 بأربع في الربع الثالث، في الربع الثالث شنو تكون عندي إشارة ال؟ فإذا نجي نعوض عن الزاوية هسه اللي هي الثيتا راح تكون عندي باي على أربعة مثل ما حسبنا عليها 45، فالناتج راح يكون عندي كوساين الباي على أربعة. ليش قلنا كوساين؟ لأنه استخدمت 3 باي على 2، تغير لي الدالة المثلثية من ساين إلى كوساين ومن كوساين إلى ساين وهكذا، تمام؟ زين، تبقى الإشارة هنا عندي، الإشارة حسب الربع الذي تقع فيه الزاوية الأصلية المعطاة اللي هي الخمسة باي على أربعة اللي هي شقد عندي؟ يعني 225، 225 في الربع الثالث، ساين 225 شقد يكون عندي؟ لو أنظر للساين شنو يكون عندي بالربع الثالث؟ يكون نيجاتيف، إذا راح نسبقها بإشارة شنو؟ نيجاتيف، تمام؟ وبالتالي يساوي كوساين 45 هو 1 على جذر 2 فيساوي 1 على جذر 2 نيجاتيف، تمام؟ وهكذا بالنسبة لبقية الزوايا. لكن لو اجيت استخدمت 2 باي ايش راح يصير عندي؟ من استخدم 2 باي راح يصير عندي ساين
راح نقول الباي زائد ام الاثنين باي ناقص حسب. احنا عندنا شقد 225، فنقدر نقول 225 فنقدر بطريقة أخرى اللي هي إذا جيت استخدمت بدل 3 باي على 2 اللي هي الباي أو الاثنين باي، تمام؟ وذلك حسب. إذا استخدمت عندي الاثنين باي العفو الباي فش نسوي؟ نقول 225 اللي هي الزاوية الأصلية المعطاة 5 باي على 4 ناقص 180، تمام؟ راح ينطيني 45. إذا هذه الزاوية ثيتا اللي راح استخدمها، فش راح يصير هنا عندي من نتيجة؟ يصير عندي باي زائد الثيتا اللي هي باي على 4 حتى ينطيني شقد 225، تمام؟ زين احنا قلنا هنا شنو استخدمنا؟ استخدمت الباي. اذا استخدمت الباي او الاثنين باي الدالة المثلثية تبقى كما هي، ساين يصير عندي ساين الثيتا اللي هي باي على 4، تمام؟ زين ارجع الى الزاوية 225 موجودة ضمن يا ربع، ضمن الربع شنو عندنا؟ ضمن الربع الثالث، الساين شو يكون في الربع الثالث؟ يكون سالب، اذا بالناتج هو 1 على جذر 2 نيجاتيف، وهكذا. بعض الأمور اللي وضحناها قبل لا نطرق إلى الإكزامبل اللي تخص chapter derivatives أمثلة إضافية. Additional examples of derivative. الإكزامبل الأول شنو يقول عندي؟ find dy over dx for the following. جد المشتقة الأولى للدوال التالية. خلينا نجي نشوف عندي الدالة الأولى اللي هي كوساين اكس واي تساوي 1 زائد ساين واي. خلينا نجي نطرق إلى هذا الإكزامبل. الإكزامبل رقم 1 اللي هو كوساين اكس واي يساوي 1 زائد ساين 1 زائد ساين الواي، تمام؟ زين هنا عندي كوساين اكس واي، هذه هنا عندي الزاوية هي اكس واي عبارة عن حاصل ضرب دالتين الزاوية، تمام؟ فهنا شلون راح اجي اتعامل وياها؟ اول مرة هو كاشتقاق هنا راح نشتق الدالة المثلثية، وبعد ذلك من نقول في مشتقة الزاوية، الزاوية راح تصير اشتقاق implicit differentiation اللي هو اشتقاق ضمني. إذا عندي اشتقاق ضمني هنا فقط للزاوية وليس للدالة لتريجونومتريك. فإذا عندي مشتقة الكوساين هي شنو عندي؟ سالب ساين قول الزاوية اللي هي x y، تمام؟ في مشتقة الزاوية، هسه مشتقة الزاوية راح تصير عندي شنو؟ عبارة عن حاصل ضرب دالتين، شنو نقول عندي؟ الأولى في مشتقة الثانية دي واي أوفر دي إكس زائد الثانية واي في مشتقة الأولى 1، تمام؟ ويساوي الواحد هو 0 زائد مشتقة الساين هي كوساين كوساين الواي في مشتقة الزاوية هذه هي واي، إذا نصير عندي دي واي أوفر دي إكس، تمام؟ مجرد توزيع هسه يصير هنا عندي سالب ساين الزاوية إكس واي إكس دي واي أوفر دي إكس ناقص واي في ساين إكس واي. ما يجوز إنه أجي أقول هنا عندي راح يصير ساين إكس واي تربيع، لا. هذه هنا اكس واي، هذه كلها الزاويه، هذه الواي داله لوحدها، يعني هسه عندي هذه الاكس واي هي زاويه، بينما هذه الواي هي داله مستقله لوحدها،
والاكس واي هي زاوية للدالة المثلثية ساين، فما يجوز توزيعها. مجرد ترتيب ويساوي كوساين واي في دي واي اوفر دي اكس، تمام؟ اجي انقل هذا هنا الى هذا الطرف او هذا الطرف هنا نقله الى هنا، فشي يصير عندي؟ راح يصير عندي ناقص واي ساين اكس واي يساوي كوساين واي زائدا ساين اكس واي في اكس، هذا الكل في دي واي اوفر دي اكس. واضحة المسألة؟ يعني انه عندي هذا الطرف كله نقلته الى هذا الطرف، هو سالب، يصير شنو عندي؟ موجب. حتى اجمع الحدود اللي تحتوي لي على دي واي اوفر دي اكس، تمام؟ اذا اقول عندي دي واي اوفر دي اكس، اذا دي واي اوفر دي اكس راح يساوي ناقص واي ساين اكس واي اوفر كوساين واي زائدا ساين اكس واي في اكس. هذا الناتج النهائي، تمام؟ زين، نتطرق الى الاكزامبل الاخر وهو ايضا دي واي اوفر دي اكس. مطلوب المشتقة الاولى للدالة المثلثية ساين اكس زائد واي تساوي 2 اكس ناقص 2 واي. اكزامبل الثاني اللي هو ساين اكس زائد واي تساوي 2 اكس ناقص 2 واي، تمام؟ هذه هنا اكو بعض المصادر انه تجي تستخدم هذه اول مرة تحولها من ساين مجموع زاويتين، تروح تاخذ احدى المتطابقات المثلثية الخاصة بساين مجموع زاويتين، لكن هذه مسألة مطولة تصير، تمام؟ فاحنا نختصرها شنو؟ راح نشتق مباشرة، نشتق مباشرة، يعني اكو يجي ياخذ هذه الساين اكس واي يحولها الى ساين مجموع أو فرق زاويتين، اللي هي راح يصير عندي ساين اكس كوساين واي زائد كوساين اكس ساين واي وهكذا، وبعدين يجي يشتق، فتصير مطولة وتتعقد المسألة. احنا نجي نشتق هسه، عندي مشتقة الساين هي شنو؟ مشتقة الساين كوساين الزاوية اكس زائد واي، تمام؟ في مشتقة الزاوية، هسه مشتقة الزاوية هي اللي راح نتحكم بها. شو يصير عندي مشتقة الزاوية؟ واحد زائد دي واي اوفر دي اكس، وخلصت المسألة، تساوي اثنين ناقص اثنين في دي واي اوفر دي اكس، تمام؟ مجرد توزيع هسه يصير هنا عندي كوساين الزاوية اكس زائد واي زائد في واحد طبعا زائد كوساين زائد كوساين اكس زائد واي في دي واي اوفر دي اكس، ويساوي اثنين ناقص اثنين دي واي اوفر دي اكس، تمام؟ مجرد انه هسه هذا الطرف انقله الى هنا حتى اجمع الحدود اللي تحوي على دي واي اوفر دي اكس، بصير عندي كوساين اكس زائد واي هذه الزاوية زائد اثنين، الكل في شقد؟ في دي واي اوفر دي اكس، تساوي اثنين ناقص كوساين اكس زائد واي، وبالتالي دي واي اوفر دي اكس تساوي 2 ناقص كوساين اكس زائد واي اوفر 2 زائد كوساين اكس زائد واي. نتطرق الان الى الاكزامبل الثالث اللي هو اكس تربيع ساين اكس تان اكس.
example رقم 3 x تربيع sin x في tan الx. تمام. هنا لو نجي نلاحظ انه اوكي عندي حاصل ضرب، لكن احنا مطرقين في البرودكت رول، حاصل ضرب دالتين. هنا شو نسوي؟ اجي اعتبر هذه هي الدالة الاولى، وهذه كلها اللي هي sin x tan x اعتبرها هي الدالة الثانية. تمام، حتى تسهل المسألة علي. او اعتبر الاكس تربيع sin x هي الدالة الاولى وهذه الدالة الثانية، حسب كيف. تمام، فاذا للسهولة راح اعتبر الاكس تربيع هي الدالة الاولى والsin x tan x هي الدالة الثانية. تمام، فحاصل ضرب دالتين شي يصير عندي الاولى في مشتقة الثانية. الثانية جاي لاحظها شنو؟ عبارة عن حاصل ضرب دالتين، فأجي أفتح قوس. هسه هاي الأولى أوكي، تمام، في مشتقة الثانية. الثانية راح أفتح لها قوس، ليش؟ لأن عبارة عن حاصل ضرب دالتين. حاصل ضرب دالتين أيضا راح يصير هسه هنا شنو عندي؟ اللي هو الأولى في مشتقة الثانية، اللي هي ساين أكس في مشتقة التان سيكنت سكوير الاكس زائد الثانية في مشتقة الأولى كوساين اكس. تمام، هسه هذه خلصنا اللي هي قلت الأولى في مشتقة الثانية. الثانية هي ساين اكس تان اكس، أيضا عبارة عن حاصل ضرب دالتين وهكذا. تمام، زائد راح نقول الثانية في مشتقة الأولى. الثانية منو؟ اللي هي ساين اكس تان اكس في مشتقة الثانية، عفوا في مشتقة الأولى، اللي هي شقد عندي؟ راح تصير اثنين اكس. تمام، اثنين اكس. هذا مجرد هنا شنو عندي؟ اشتقاق. لاحظ هنا انه ما عندي دي واي اوفر دي اكس، من قال لي هنا جد المشتقة، نركز هنا، من قال لي جد المشتقة دي واي اوفر دي اكس، انه نطاني هذه، نطاني دالة مثلثية. تمام، ما نطانيها بشكل، ما معطات بشكل فانكشن اللي هي بها مساواة هنا، لا. تمام، فننتبه هنا شوي للمسألة. زين، فهنا مجرد توزيع، يعني راح تكون عندي بعد اللي هي اكس تربيع ساين اكس، صير عندي اكس تربيع ساين اكس سيكنت تربيع الاكس زائد اكس تان اكس كوساين اكس وزائد اثنين اكس ساين اكس تان الاكس. ممكن انه نبسطها اكثر، عندي هذه اكس تربيع ساين اكس على السيكنت تربيع، هو شنو؟ عبارة عن شنو؟ كوساين تربيع الاكس. تمام، زائد اكس التان هو ساين اكس اوفر كوساين اكس في كوساين اكس زائد اثنين اكس ايضا ساين اكس في ساين اكس اوفر كوساين اكس. عندي بعض الاختصارات، هسه عندي هنا ساين اكس على كوساين اكس، هي شنو تصير عندي؟ تصير عندي اكس تربيع ساين على كوساين وحدة، اللي هي شنو عندي؟ تان الاكس. واحد على كوساين اللي هي سيكنت اكس. تمام، زائد ساين على الكوساين، هذه هنا عندي كوساين ويا الكوساين، فتبقى عندي x sin x زائد 2x اللي هي تصير عندي شنو؟ sin تربيع x في secant x. ليش؟ sin x في sin x قدرنا نضربها، ليش؟ لأن نفس الزاوية، نفس الزاوية، الزاوية العفو، ممكن أنه نضرب الدوائر المثلثية. في واحد على الكوساين اللي هو شنو عندي؟ مقلوب
مقلوبة اللي هو شنو عندي السيكنت، فهذه المشتقة لهنا نتوقف بالحل. ممكن انه نجي نبسطها اكثر انه نسحب اكس ساين اكس وهكذا، لكن هنا يكفي. نتطرق الان الى الاكزامبل رقم 4 او النقطة رقم 4، ايضا موجودة ضمن مطلب السؤال اللي هو find dy over dx for the following. y تساوي secant 3 باي على 2 ناقص x at x تساوي باي على 4. تمام، هذه هنا المسألة ننتبه، يعني مو هنا نعطيك الاكس هي باي على 4 اللي هي 45، مو تروح مباشرة تجي تعوض لي الاكس باي على 4 وتحسب ليها وتقول السيكنت راح يساوي كذا. لا، المطلوب إيجاد المشتقة لما الأكس تساوي باي على 4. تمام، فإذا عندي الإكزامبل رقم 4 اللي هو واي تساوي سيكنت 3 باي أوفر 2 ناقص أكس لما الأكس تساوي شقد باي على 4. تمام، إحنا أول مرة نجي شو نسوي؟ نشتق مشتقة اعتيادية. تمام، نشتق مشتقة اعتيادية. ممكن انه هنا اجي اطبق اللي نسميه تشاين رول، انه نعتبر عندي تشاين رول، اعتبر عندي هذا شنو حتى أسهل المسألة على نفسي، هذا أعتبره هو شنو؟ هذه الزاوية هي أعتبرها اليو. تمام؟ فتصير عندي واي هي سيكنت اليو. تمام؟ سيكنت اليو. أو إذا مباشرة أريد إنه أجي مشتقة السيكنت، هي السيكنت في التان، هي مشتقة الزاوية. تمام؟ مشتقة سيكنت هي سيكنت في التان في مشتقة الزاوية. أو إنه إذا أريد أشتغلها بالتشاين رول راح أعتبر إنه هذه الزاوية هي يو، فصير عندي سيكنت شنو اليو، واليو هي شنو 3 باي على 2 ناقص إكس. فمن أريد أجي دي واي أوفر دي إكس، هذا المطلوب إذا طبقت التشاين رول راح أجي المفروض أشتق هذه دي واي أوفر شنو دي يو. تمام، دي واي دي واي اجي اشتقها اوفر دي يو لان داله بدلاله اليو صارت. تمام، دي واي اوفر دي يو شو تساوي المشتقه السيكنت؟ سيكنت الداله عفوا الزاويه سيكنت في التان. اوكي، في مشتقه اليو بالنسبه لليو هي واحد هنا راح تصير عندي. تمام، اليو اجي اشتقها بالنسبه لمن؟ بالنسبه للاكس، دي يو اوفر دي اكس شو تساوي لي؟ سالب واحد. فلما اجي اقول الدي واي اوفر دي اكس شو تساوي لي بالتشاين رول؟ دي واي اوفر دي يو في الدي يو اوفر دي اكس وتساوي سيكنت اليو تان اليو في سالب واحد ويساوي سالب سيكنت يو تان اليو. زين، أنا المفروض عندي دي واي أوفر شنو أوفر دي إكس حسب المتغير اللي نبهنا عليه اللي موجود هنا عندي بالمقام، الاشتقاق بالنسبة لمن؟ بالنسبة لإكس، إذا لازم تظهر هنا عندي بدل يو شنو إكس، فأروح أشيل اليو مكان كل يو وأخلي ما يعادلها من الإكس اللي هو 3 باي على 2 ناقص إكس، فالناتج يصير سالب سيكنت 3 باي على 2 ناقص إكس في تان 3 باي على 2 ناقص اكس. تمام، وقلنا ممكن انه نشتق مباشرة مشتقة السيكنت اجي هي السيكنت في التام في مشتقة الزاوية راح يصير سالب واحد، لكن هاي الطريقة هنا اللي شرحتها بالتشاين رول. خاف يجينا سؤال اللي هو يقول لي نعطيني هذه الدالة ويقول لي باستخدام التشاين رول. انزين، احنا التشاين رول شنو شرطها؟ تتوفر دالتين وهذه الدالتين تكون وحدة بدلالة الاخرى. تمام، فحليناها بطريقة التشاين رول. تمام، فهسه عندي هذه المشتقة، هذه المشتقة dy over dx يريدها لما الاكس شقد تساوي لي باي على شقد
باي على 4 تمام. فإذا عندي هسه دي واي أوفر دي إكس اللي هيش تساوي سالب سيكنت 3 باي على 2 ناقص إكس في تان 3 باي على 2 ناقص إكس تمام. هسه يريدها آت إكس شقد؟ آت إكس تساوي باي على 4، يعني راح أجي أعوض ناقص سيكنت 3 باي على 2 ناقص الإكس أشيلها أخلي مكانها باي على 4 في تان 3 باي على 2 ناقص باي على 4. نعم مو أروح أحسبهم مباشرة 3 باي على 4 ل 270 ناقص 45 وأقول تان الزاوية كذا، لا مثل ما شرحنا قبل قليل راح نطبق إنه هنا عندي راح تصير هذه سالب، هذه لو أجي أنظر لها شنو قلنا قبل قليل شرحنا؟ إنه عندي دالة مثلثية أيا كان ساين سيكنت كوساين وإلى آخره، لما تكون عندي 3 باي على 2 أو باي على 2 زائد أو ناقص ثيتا إيش راح تساوي لي؟ راح تساوي لي إنه تتغير الدالة المثلثية من السيكنت إلى شنو؟ إلى كوسيكنت. كوسيكنت شنو؟ كوسيكنت هذه الزاوية اللي هي باي على 4 تمام؟ زين، والإشارة هذه السالب والإشارة عندنا اللي هي قلنا شنو؟ هسه هذه السيكنت راح تتغير إلى الكوسيكنت، ليش؟ لأن عندي هنا 3 باي على 2 ناقص تمام؟ فكوسيكنت الزاوية اللي هي باي على 4. إنزين الإشارة شنو عندي؟ حسب الزاوية الأصلية هذه لو أجي أحسبها اللي هي 3 باي على 2 ناقص باي على 4 هي شقد عندي؟ راح تطلع 5 باي على 4 لو أجي أحسبها تمام؟ لو أجي أحسبها اللي هي تكون عندي بيا ربع 3 باي على 2 ناقص باي على 4 تكون عندي في الربع الثالث، في الربع الثالث الكوسيكنت شي يكون عندي؟ السيكنت شي يكون عندي؟ العفو السيكنت اللي هو شنو؟ سيكنت هو مقلوب الكوساين، الكوساين يعني شنو إشارته؟ إشارة الكوساين هي الربع الثالث سالبة، فإذا هنا يصير عندي إشارة سالب نسبقها تمام؟ في أيضا 3 باي على 2 التان راح تتغير إلى شنو؟ إلى كوتان الباي على 4، التان في الربع الثالث شو يكون عندي؟ عبارة عن الساين على الكوساين، شو تكون عندي؟ إشارته موجبة، فإذا هنا عندي إشارة موجبة هذه تمام؟ إشارة موجبة أو ماكو داعي إنه نذكرها. إيش راح يصير هنا عندي؟ كوسيكنت باي على 4 في كوتان الباي على 4 ويساوي الكوسيكنت هو شنو عندي؟ مقلوب الساين، يعني 1 على ساين الباي على 4 في الكوتان هو مقلوب التان، يعني 1 على تان الباي على 4 ويساوي 1 على ساين 45 هو 1 على جذر 2 في 1 على 1 وبالناتج هو شقد عندي؟ جذر 2، ناتج النهائي هو جذر 2. لو نتطرق الآن إلى الإكزامبل الآخر وهو أيضا find dy over dx المن للإكس تساوي 2 ساين 1 زائد 3 هذه الزاوية وواي تساوي 2 تي تكعيب وين تي تساوي سالب ثلث تمام؟ هنا شنو نلاحظ المطلوب السؤال؟ مطلوب هو دي واي اوفر دي اكس، لكن شنو معطى بالسؤال؟ معطى عندي دالتين والدالتين بدلالة نفس المتغير وليس وحدة بدلالة الأخرى، يعني ما قال لي الواي هي
دلالة الاكس والاكس بدلالة تي، لا كان طبقنا في ذيك في الحالة الأخرى اللي هي شنو عندي الشاين روي، تمام. لكن هنا عندي بما أنه عندي الدالتين بدلالة نفس المتغير، يعني ما راح تكون متراكبة، إذا راح نطبق شنو عندي البارامتريك، ومذكور عندي هنا تي، إذا راح نطبق البارامتريك، تمام. البارامتريك شنو يقول عندي؟ نقطة رقم 5 هذه اللي هي نقطة رقم 5 الاكس تساوي 2 ساين 1 زائد 3 تي، تمام. 1 زائد 3 تي ونعطيني الواي تساوي 2 تي تكعيب، تمام. هسه احنا المطلوب هو دي واي اوفر دي اكس، جاي نلاحظ انه نطاني دالتين والدالتين بدلالة نفس المتغير، اذا هنا راح اطبق البارامتريك، فاذا اجي اشتق هنا دي اكس اوفر دي تي شو تساوي لي؟ 2 هذه تنزل كما هي، مشتقة الساين كوساين الزاوية نفسها في مشتقة الزاوية 3، تمام. وبالتالي تساوي 6 كوساين 1 زائدا 3 تي، تمام. أما الدي واي أوفر دي تي فمشتقتها هي 6 تي تربيع، تمام. إذا راح نطبق البارامتريك، شو تصير عندي دي واي أوفر دي اكس المطلوبة شو تساوي لي؟ تساوي دي واي أوفر دي تي على دي اكس أوفر دي تي، وتساوي دي واي أوفر دي تي اللي هي 6 تي تربيع على 6 كوساين 1 زائد 3 تي، تمام. لهنا ما كمل الحل، ليش؟ لأن قايل لي تي شقد؟ لما تي تساوي سالب ثلث، تمام. لما التي تساوي سالب ثلث، هنا عندي 6 مع 6 تتكنسل، شنو يبقى عندنا؟ تبقى عندي تي تربيع على كوساين 1 زائد 3 تي، تمام. زين من نجي نعوض، نعوض مكان التي بسالب 1 على 3، سالب 1 على 3 الكل شنو عندي هنا؟ تربيع على كوساين 1 زائد 3 في سالب 1 على 3، تمام. ويساوي سالب 1 على 3 تربيع اللي هو 1 على 9، 3 ويا 3 راحت هنا شو يصير عندي؟ 1 سالب 1 ناقص 1 اذا كوساين الصفر، كوساين الصفر شقد عندنا؟ 1، فواحد على 9 على 1 والناتج النهائي هو 1 على 9. خلينا نتطرق الان الى الاكزامبل الاخر وهو فايند دي تكعيب الواي على الدي اكس تكعيب وين اكس تساوي تي تكعيب زائد تي والواي تساوي تي اس 5 زائد 1، تمام. هنا نعطيني دالتين، الدوال اثنين هم بدلالة نفس المتغير، إذا راح نطبق شنو البارامتريك، لكن ننتبه هنا شنو نعطيني؟ يريد المشتقة الثالثة. قبل لا نطرق إلى حل الإكزامبل، خلينا نضيف ملاحظة فيما يخص البارامتريك، حتى نعرف لما تجيني المشتقة الثانية الثالثة الرابعة أيا كانت المشتقة في حالة البارامتريك نعرف شلون نشتقها، تمام. في حالة البارامتريك اشتقاق للبارامتريك، تمام. لما اريد المشتقة الثانية دي سكوير واي
احنا عندنا قبل لا نقول المشتقة الثانية، نعرف المشتقة الأولى هي دي واي أوفر دي إكس، شنو تساوي لي؟ تساوي دي واي أوفر دي تي على دي إكس أوفر دي تي، تمام؟ هاي المشتقة الأولى. زين، المشتقة الثانية دي سكوير واي أوفر دي إكس سكوير، هذه قلنا شو تساوي لي؟ تساوي دي أوفر دي إكس، تمام؟ قوس دي واي أوفر دي إكس، تمام؟ واللي هي وينها؟ هذه المشتقة، تمام؟ هذه المشتقة. من نجي أعوض، هنسويها بالتفصيل، دي أوفر دي إكس، تمام؟ دي واي أوفر دي إكس هي عبارة عن شنو؟ دي واي أوفر دي تي، وهذه دي إكس أوفر دي تي، تمام؟ زين، نجي نسوي لها تبسيط أكثر. هذا هنا عندنا، هذا هنا عندي ال d over dx، هذا ما راح نقول يتوزع على الوسط والمقام، لا ماكو شيء، وإنما من اللي راح ياخذه؟ ينضرب فقط وين؟ بالبسط. ليش؟ لأن هذا ما موجود في المقام، هو ما موجود وين؟ في المقام. فراح يصير عندي بهالشكل، هذه dx over dt تنزل كما هي، هذه dx over dt، dx over dt تي، هذه تنزل كما هي، تمام؟ زين، هنا راح يصير عندي دي أوفر دي إكس قوس دي واي أوفر دي تي، تمام؟ نجي نسوي له تبسيط أكثر، هذه منتهين منها دي إكس أوفر دي تي، هنا عندي نرتبها، شنو تصير عندي؟ إنه تصير عندي دي واي على دي إكس حتى تكون متوفرة. ليش؟ لأنه أنا عندي من أقول دي واي أوفر دي تي، يعني يصير عندي دالة الواي بدلالة التي، كيف أجي أشتقها بالنسبة للأكس؟ يعني الأكس ما متوفر حتى أجي أشتقها، معناها راح تصير صفر، تمام؟ فش نقول؟ نقول عندي دي أوفر دي تي، نسحب هذه دي تي وين تجي؟ هنا، والدي إكس وين تجي؟ مكان هذه، فصير عندي دي واي أوفر دي إكس، تمام؟ فبالتالي شنو تساوي لي؟ هذا هسه هنا عندي دي اكس اوفر دي تي، اوكي منتهين منه. لو اجي الاحظ هنا دي واي اوفر دي اكس، شو تمثل لي؟ هذه، صح لو لا؟ تمثل لي، تمام؟ فنجي اذا شو تصير عندي؟ دي واي اوفر دي اكس هي شنو؟ نقول عبارة عن المشتقة الاولى، تمام؟ المشتقة الأول دي في الواي داش على دي تي، فصير عندي دي واي داش على دي تي، هاي المشتقة الثانية، تمام؟ شنو نلاحظ؟ خلينا نثبت ملاحظة. في حالة البارامترك، لما أريد مشتقة ثانية ثالثة رابعة وإلى آخره، اللي يتغير، اللي يثبت عندي شنو؟ اللي يثبت عندي هو نريد مشتقة ثانية أو ثالثة أو رابعة أو إلى آخره في حالة البارامترك فقط. اللي يثبت عندي هو المقام dx over dt، هذا في كل المشتقات الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة وإلى آخره. هذا هنا عندي المقام ثابت كما هو dx على dt، مشتقة x بالنسبة لي، تمام؟ يبقى التغيير وين؟ هنا في البسط. هذا البسط دائما هو شو يكون عندي؟ المشتقة السابقة بالنسبة للتي أشتقها، يعني أنا من أريد مشتقة ثانية هنا أروح شنو لازم أقول؟ مشتقة الواي داش إنما أشتقها للتي. من أريد مشتقة ثالثة شو تصير عندي؟ المشتقة الثانية للواي داش أشتقها بالنسبة لمن؟ للتي، وهكذا. يعني خليني نجي نوضحها، لما أريد عندي دي تكعيب الواي أوفر دي إكس تكعيب، شنو قلنا هذا راح يساوي لي؟ دي أوفر شنو؟
دي اكس، قوس يصير عندي دي تربيع الواي اوفر دي اكس سكوير، تمام؟ زين، هذا قبل شوية شنو قلنا؟ هو دي اوفر دي اكس، تمام؟ هذا قبل شوية شنو استنتجنا؟ اللي هو مشتقة الواي داش بالنسبة للتي، هذا اللي هو مشتقة الواي داش مشتقة الواي داش بالنسبة إلى تي على دي اكس اوفر دي تي، تمام؟ هذا قلنا هسه منو اللي راح يجي ياخذه؟ فقط البسط، تمام؟ فشي يصير عندي؟ يصير عندي هذا دي اكس اوفر دي تي قلنا منتهين منه، يصير عندي دي اوفر دي اكس في دي واي داش اوفر دي تي، تمام؟ خليني اجي اكتبها بشكل بسط مقام حتى تكون عندي اوضح. يصير عندنا دي واي داش اوفر دي تي، تمام؟ وتساوي هذه دي اكس اوفر دي تي. زين، قلنا هذه ما عندي انه اقول المشتقة الاولى للواي اشتقها بالنسبة للتي ومن ثم اشتقها بالنسبة للاكس، لا، راح نجي نقول عندي دي اوفر دي تي في الدي واي داش اوفر دي اكس، تمام؟ زين، احنا الدي واي داش اوفر دي اكس هذه شو تمثل لي؟ يعني اروح للمشتقة الاولى اشتقها المشتقة الاولى اشتقها مرة ثانية بالنسبة للاكس، فش تساوي لي بالناتج؟ دي اوفر دي تي في المشتقة الثانية الواي بالنسبة للاكس، تمام؟ هذه نقدر نكتبها اللي هي الواي دبل داش، تمام؟ على دي اكس اوفر دي تي، وتساوي دي واي دبل داش اوفر دي تي على دي اكس اوفر دي تي، تمام؟ فنلاحظ هنا شنو جاي يثبت عندي؟ انه من اريد مشتقة ثالثة، هذه المشتقة الثالثة، تمام؟ شنو تساوي لي بالبارامتريك؟ مشتقة ثالثة الواي بالنسبة للاكس راح تساوي، دائما عندي المقام هنا يثبت هو دي اكس اوفر دي تي ثابت، التغيير وين يكون عندي؟ هنا في البسط، تمام؟ المقام قلنا دي اكس اوفر دي تي هاي ثابتة في كل المشتقات بالنسبة للبارامتريك، التغيير راح يكون عندي في البسط. انا اريد يا مشتقة ثالثة، اذا لازم شنو تكون هنا عندي؟ دي واي شنو؟ دبل داش المشتقة الثانية مالت الواي، اجي مشتقة ثانية مالت الواي اجي اشتقها المن بالنسبة الى تي، تمام؟ اذا اريد عندي المشتقة الرابعة فلازم هنا شو يصير عندي؟ الواي ترابل داش، لازم يصير المشتقة الثالثة واجي اشتقها بالنسبة الى تي، وهكذا. فلو نرجع الى السؤال، السؤال اللي هو العفو الاكس تي تكعيب زائد تي والواي تي اس 5 زائد 1، اريد المشتقة الثالثة، اريد المشتقة الثالثة، ايش راح يصير عندي؟ اللي هي السؤال، السؤال الثاني،
سؤال ثاني، اللي هو شنو معطى؟ نعطيني ال x تساوي t تكعيب زائدا t، وال y تساوي t أس 5 زائد 1. تمام؟ المطلوب شنو عندي؟ المطلوب إيجاد المشتقة الثانية. تمام؟ إيجاد المشتقة الثانية الثالثة العفو. أول مرة نجي نشتق مشتقة أولى dx over dt، شو تساوي لي؟ 3 t تربيع زائد 1، وهنا عندي المشتقة الأولى dy over dt، شو تساوي لي؟ 5 t أس 4. تمام؟ بعد ذلك نجي نقول بتطبيق البارامتريك dy over dx تساوي dy over dt على dx over dt. تمام؟ تساوي اللي هي 5 t أس 4 على 3 t تربيع زائد 1. تمام؟ أجي هسه هذه أريد مشتقة ثانية، لما أقول dy over dx تربيع قلنا شو تساوي لي؟ d over dx اللي هي تصير عندي dy dy over dx. تمام؟ وبالتالي تساوي dy dash over dt على dx over dt، حفظناها. تمام؟ نريد مشتقة ثانية، إذا هنا شو تصير عندي؟ dx over dt هذه بالمقام ثابتة، هنا راح تصير عندي إذا أريد أنا مشتقة ثانية، إذا لازم يصير هنا عندي dy dash المشتقة الأولى أشتقها لمن؟ بالنسبة للt. تمام؟ لازم عندي أجهز هذه لازم أجهزها. تمام؟ شو يصير عندي؟ أروح للمشتقة الأولى اللي هي هذه الواي داش، هذه هسه شو تمثل لي؟ الواي داش منين نجيبها؟ اللي هي هذه الواي داش. تمام؟ زين، الواي داش اللي هي دي واي أوفر دي إكس، اللي هي دي واي أوفر دي إكس، شو تساوي لي؟ نقدر نكتبها 5 تي أس 4 3 تي تربيع زائد 1 الكل أس سالب 1. من أجي أشتقها؟ أشتقها المن بالنسبة للتي، ليش للتي؟ لأن هي بدلالة التي هذه الواي داش، فإذا الدي واي داش أوفر دي تي يعني لازم تكون بدلالة التي حتى أقدر أشتقها للتي. حاصل ضرب شنو هنا عندي؟ حاصل ضرب دالتين، الأولى هي مشتقة الثانية سالب 1 3 تي تربيع زائد 1 ناقص 2 هي مشتقة داخل القوس 6 تي زائد الثانية 3 تي تربيع زائد 1 كل أس سالب نصف هي مشتقة الأولى اللي هي 20 تي تكعيب. بعد التبسيط هنا راح يصير عندي دي واي داش اوفر دي تي شو تساوي لي؟ تساوي هنا عندي سالب 30 سالب 30، هنا عندنا راح تصير سالب 30 تي أس 4 على
سالب 30 تيوس 4 على ايش قد؟ على 3 تي تربيع زائد 1 ايش قد؟ تربيع تمام؟ زائد 20 تي تكعيب نال عفو تي أس 5 وليس تي أس 4 هذه تي أس 5 تمام؟ عندي هذه تي أس 4 في التي زائد 20 تي تكعيب زائد 20 تي تكعيب على شقد 2 تي 3 تي تربيع زائد 1 تمام. هسه هذه المشتقة الأولى تمام. سوي لها توحيد مقامات. توحيد المقامات ايش راح يصير عندي؟ المقام المشترك اللي هو المقام المشترك هو 3 تي تربيع زائد 1 الكل تربيع ناينزل سالب 30 تي أس 5 زائد 20 تي تكعيب قوس 3 تي تربيع زائد 1 وبالناتج ثلاثة تي تربيع زائد واحد الكل تربيع سالب ثلاثين تي أس خمسة زائد ستين تي أس خمسة زائد عشرين تي تكعيب تمام ويساوي 3 تي تربيع زائد 1 الكل تربيع هنا راح يصير عندي 30 تي أس 5 زائد 20 تي تكعيب تمام. هذا ال دي واي داش اوفر دي تي تمام. احنا شنو نريد؟ نريد المشتقة الثالثة اوكي. نكمل المشتقة الثالثة لازم شنو تصير عندي؟ انه اجي اشتق هسا عندي هذه الواي داش تي رتبناها مجرد ترتيب هذه هسا مجرد ترتيب هذه هنا عندي مشتقة اولى الواي داش اشتقينا بالنسبة لتي مجرد ترتيب سويناها هذه المشتقة الأولى صارت عندنا تمام اللي هي دي واي داش أوفر دي تي. أحتاج بعد شنو؟ مشتقة ثانية يعني راح أجي أقول الدي واي داش أوفر دي تي خلي أخليها قدامي تساوي لي دي واي داش اوفر دي تي تمام تساوي شنو عندنا تساوي اللي هي 30 تي اس 5 30 تي اس 5 زائد 20 تي تكعيب على 3 تي تربيع زائد 1 الكل تربيع تمام. هذه هسه اجي اشتقها مره ثانيه شنو بالنسبه للتي اوكي. يعني قبل قليل مثل ما شرحنا قلت انه من اريد المشتقه الثالثه لازم عندي المشتقه الواي داش بالنسبه لتي المشتقه الثانيه لازم تكون متوفره عندي تمام. اشتقها بالنسبه لمن؟ الى تي. المشتقه الثانيه ايش تساوي لي؟
لازم هسه لازم عندي ال دي سكوير واي اوفر دي اكس سكوير شو تساوي لي؟ تساوي دي واي داش اوفر دي تي على دي اكس اوفر دي تي، تمام؟ مشتقة الواي داش بالنسبة للتي اللي هي وينها؟ هذه اشتقيناها احنا، فإذا عندي أجهة الآن إنه أشتق مشتقة ثانية، تمام؟ المشتقة الثانية قلت راح إيش تساوي لي؟ دي واي داش أوفر دي تي على دي إكس أوفر دي تي، هذه هنا قلنا المقام هو ثابت، هنا تكون عندي مشتقة، المشتقة السابقة هي شنو عندي؟ قبل المشتقة الثانية المشتقة الأولى الواي داش أوفر دي تي، إحنا حضرناها هذه، تمام؟ فإذا شنو تصير عندي؟ راح تصير عندي اللي هي هذه 30 تي أس 5 زائد 20 تي تكعيب على 3 تي تربيع زائد 1 الكل شنو تربيع على دي اكس اوفر دي تي، دي اكس اوفر دي تي ايش قد عندي؟ 3 تي تربيع زائد 1، 3 تي تربيع زائد 1، وبالتالي تساوي ما بعد القسمة يقلب فصير عندي 30 تي أس 5 زائد 20 تي تكعيب على 3 تي تربيع زائد 1 الكل تكعيب، تمام؟ خمسة. هذه هسه المشتقة الثانية، اوكي. لما اريد هسه المشتقة الثالثة دي تكعيب الواي اوفر دي اكس تكعيب، قلت شو تساوي لي؟ تساوي دي اوفر دي اكس و هي دي واي داش اوفر دي اكس، يعني نقدر نقول هي شنو؟ المشتقة الثانية الواي بالنسبة للإكس، تمام؟ وبالتالي تساوي يطرح تثبت عندي دي إكس أوفر دي تي، تمام؟ دي واي هذه مشتقة أريدها المشتقة الثالثة، إذا قبلها من هي المشتقة الثانية بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى تي، هاي ثبتناها، تمام؟ هسا عندي المشتقة الثانية الواي داش المفروض أجي أشتقها شنو؟ بالنسبة إلى التي، وين المشتقة الثانية عندي؟ اللي هي هذه، هذه المشتقة الثانية، تمام؟ المشتقة الثانية هذه الواي دبل داش أجي أشتقها بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى التي، فشنو أجي أسوي؟ أقول عندي المشتقة الثانية واي دبل داش تساوي لي مو تساوي 30 تي أس 5 تي أس 5 زائد 20 تي تكعيب زائد 20 تي تكعيب على 3 تي تربيع زائد 1 الكل تكعيب، تمام؟ هذه راح احولها تصير عندي 30 تي أس 5 زائد 20 تي تكعيب، هذه شنو؟ في
ثلاثة تي تربيع زائد واحد الكل أس سالب ثلاثة، أشتغل على الأساس. هسه هذه أجي أشتقها بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى تي، فشنو راح يصير عندي؟ دي واي داف دبل داش دي واي دبل داش أوفر دي تي، شو تساوي لي؟ هناك أنه حاصل ضرب دالتين، الأولى في مشتقة الثانية اللي هي سالب ثلاثة سالب ثلاثة ثلاثة تربيع زائد واحد الكل أس، شجد عندي سالب أربعة، تمام. في مشتقة داخل القوس اللي هي ستة تي زائدا الثانية ثلاثة تي تربيع زائد واحد الكل أس سالب ثلاثة. في مشتقة الأولى، الأولى هي عبارة عن شنو؟ هذه مية وخمسين تي أس أربعة زائد ستين تي تربيع، تمام. هذه هسه صارت عندي المشتقة الثانية بالنسبة لمن؟ إلى التي. نجي مجرد تبسيط نسوي لها، ايش راح يصير عندي؟ يصير عندنا ناقص 18 تي تساوي سالب 18 تي قوس 30 تي أس 5 زائد 20 تي تكعيب، على شقد؟ على 3 تي تربيع زائد 1 الكل أس 4، تمام؟ زائد 150 تي أس أربعة زائد 60 تي تربيع على 3 تي تربيع زائد 1 الكل تكعيب. هسه مجرد تبسيط نجي نبسط المسألة أكثر، اللي هي مشتقة الواي دبل داش بالنسبة للتي. نسوي هنا عندي توحيد مقامات، تمام، مجرد توحيد مقامات راح يكون عندي كالآتي، اللي هو عندي دي واي دبل داش اوفر دي تي يساوي سالب 540 تي أس 6 ناقص 360 تي أس 4 أوفر 3 تي تربيع زائد 1 الكل أس 4 زائد 150 تي أس 4 زائد 60 تي تربيع أوفر 3 تي تربيع زائد 1 الكل تكعيب، تمام. نعم، مجرد راح اجي اسوي توحيد مقامات، الناتج النهائي راح يصير عندي لتوحيد المقامات هو عندي سالب 540 تي اس 6 ناقص 360 تي اس 4 زائد المقام المشترك راح يصير عندي هو 3 تي تربيع زائد 1 الكل اس 4، تمام، زائد عندي 3 تي تربيع زائد 1 150 تي أس أربعة زائد 60 تي تربيع،
تمام. وهذا الناتج النهائي هنا راح ينطيني 3 تي تربيع زائد 1 كل أس 4 سالب 540 تي أس 6 زائد 450 تي أس 5 بالتوزيع طبعا على الأقواس هذه ومجرد جمع وطرح ناقص 30 تي أس 4 زائد 60 تي تربيع. تمام، هذا هسه الناتج هنا عندي اللي هو الدي واي دبل داش أوفر دي تي، ناخذه مجرد أنه أقسم على الدي أكس أوفر دي تي، فيصير عندي بالتالي اللي هو الدي تكعيب الواي أوفر دي أكس تكعيب. إيش راح يصير عندي؟ دي تكعيب واي أوفر دي أكس تكعيب راح يساوي اللي هو هذا هنا عندي الناتج اللي هو شنو عندنا؟ خط كسر سالب 540 تي أس 6 زائد 450 تي أس 5 ناقص 30 تي أس 4 وزائد 60 تي تربيع أوفر جد 3 تي تربيع زائد 1 الكل أس 4 على جد على دي أكس أوفر دي تي اللي هي 3 تي تربيع زائد 1. وبالناتج راح يساوي لهذا المقام العفو البسط سالب 540 تي 6 زائد 450 تي 5 ناقص 30 تي 4 زائد 60 تي تربيع أوفر 3 تي تربيع زائد 1 الكل أس 5.